السلام عليكم شباب، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. شباب اليوم عندي جوله راح اسوي لكم اياها، راح تكون جوله حلوه كلش. راح اروح الى فندق كريستيانو رونالدو في مدريد، وهذا طبعا رمز مدريد العشق. شباب ابقوا وياي، راح اسوي لكم فيديو كلش حلو من فندق كريستيانو رونالدو، ان شاء الله تعجبكم. يلا خلينا نبدا. شباب هذا فندق كريستيانو رونالدو، شوفوهم بستانا سي ار 7، يعني كريستيانو جران فيا. جران فيا اسم شارع في مدريد. هذا فندق كريستيانو رونالدو صاير في هاي الجهه، في نص، في قلب مدينه مدريد. صاروخ ماديرا. شباب هسه راح اصور لكم، شوفون هذا فندق كريستيانو رونالدو. هذا الفندق شباب، شباب الفندق صاير مقابل المحل مال دريسات مال ريال مدريد. شوفون هذا المحل مال دريسات، وهذا فندق كريستيانو رونالدو، يعني صار بنص مدريد. وهذه الاجواء في مدريد شباب، شوفون طبعا ريال مدريد الرمز مالته. العالم جاي يصور هنا هذا المكان، هذا الفندق، تعرفون كريستيانو رونالدو العالم كله تعرفون. خلينا نقول اجواء هنا، خلينا نقول جوله هنا شباب، خلينا نقول حتى من صار قدام المحل مال ريال مدريد. طبعا احنا حاليا قلب مدينه مدريد، فحبيت اشوف لكم هاي الاجواء. تعال خلي نصور ريال مدريد. خليني اشوفكم شباب اوفشال ستور، شباب خليني اشوفكم هم من الاجواء في محيط منطقه كريستيانو رونالدو. يوم الاحد الناس كلها طالعه، يمنا بلجيكا ما في شيء، يعني اجواء اسبانيا. اليوم مباراه ريال مدريد في سانتا فيجو. وهاي الستور مال ريال مدريد مال ملابس. اللي دائما يجيب لنا جلطه. اشهر شارع في اسبانيا اللي هي في صار في قلب مدريد اسمه جران فيا. هذا الشارع مشهور جدا، ومثل ما تشوفون ايش قد ازدحام بها. بس احنا يوم الاحد، شوفوا لنا اجواء شباب. شباب هذا اخوي البرشلوني جاي يصور قدام فندق كريستيانو رونالدو والمحل دريسات ريال مدريد، جاي يشجع مدريد. يابا عنده روح رياضيه، شوفون جاي يشجع مدريد. اليوم مباراه ريال مدريد ضد سيلتا فيجو. يابا الاجواء تخبل بمحيط فندق كريستيانو، تعرفون يعني ايه. شباب وبنات، فاتمنى تعجبكم هاي الجوله في محيط فندق كريستيانو رونالدو وفي هذا الشارع المشهور كراسي ريال مدريد. ها شنو؟ مطعم مدريد شباب،
سانتياغو برنابيو كامب نو. هاي اذا تشتري شغلات يعني مثلا تيشيرت او هدايا، شوفون بيها كل شيء. خلينا نشوف، راح نشرب فد قهوة. شوف شباب، هاي بالفندق خليت بيع يورو، رخيصة والله. شوفوا هاي المحل كله حلويات ومدري شنو. شوفوا شباب، هاي راح ناخذ الاطفال والله.